السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة مباركة على جميع وعلى الطلاب والطالبات، آمين رب العالمين. سنة مباركة عليكم يا رب، التفوق والتخرج وتحقيق كل الأماني، آمين رب العالمين. رجعت لكم مرة ثانية، يعني تدريسية وأثناء كاظم جواد بمحاضرة رقم 4 بالنسبة لمادة الانتربرايز أركيتكتشر. نبديها بسم الله الرحمن الرحيم. بيج رقم 2، Organization Scope. Enterprise architecture is a non-trivial and costly discipline, and it is critical that value is delivered to the business. The best outcome will be achieved if the coverage of the architecture touches all parts of the enterprise, but it is quite common for some parts of the enterprise to receive greater emphasis in the architectural description than others. هذا الكلام شنو معناه؟ ده نحكي هسه حاليا الـ organization scope اللي هو نطاق المنظمة. إن بنية المؤسسة هي عبارة عن نظام مكلف جدا وغير بسيط. إن وجود فهم واضح لهيكل المؤسسة وكيفية ارتباط الخطط الاستراتيجية بهذا الهيكل أمر بالغ الأهمية لنجاح أي جهد في بنية المؤسسة. يتم تحقيق أفضل النتائج إذا لامست تغطية الهندسة جميع أجزاء المشروع، ولكن غالباً ما تتلقى بعض أجزاء المؤسسة تركيزاً أكبر من الآخر في الأوصاف المعمارية، لذلك تكون لا تتلامس معها تغطية الهندسة في جميع أجزائها، يكون التركيز على بعض الأجزاء من دونها. أوكي، بالنسبة هذا إلى نطاق المنظمة. هنا بالنسبة هذا الـ organization chart diagram يحكي لي هذا الـ part والجزء على الـ organization scope. جينا على الصفحة رقم 4 اللي هي stakeholder scope. The stakeholder and the stakeholders or organization owners that they represent are the ultimate beneficiaries of the enterprise architecture. And it is important that the right stakeholders are selected and the communication is managed to ensure they are kept updated with the progress of the architectural work and the governance of the implementation initiatives. هذا الكلام شنو معناه؟ نطاق أصحاب المصلحة stakeholder scope. أصحاب المصلحة والمساهمون أو أصحاب المؤسسات هم المستفيدون النهائيون من بنية المؤسسة، ومن المهم جداً اختيار أصحاب المصلحة المناسبين وإدارة الاتصالات لضمان بقائهم على اطلاع دائم بتقدم الأعمال وتنفيذها. يعني إحنا عندنا مثلاً شخص يريد يبني مؤسسة معينة، وضع مجموعة من المهندسين حتى يبنون هذه المؤسسة اللي يريدها. هذول المهندسين لازم يكون اتصال مباشر بيناتهم وبين الشخص اللي يريد يبني هذه المؤسسة، يعني يتواصلون وياه، يعرفون الخطة، كيفية المؤسسة، شنو الشكل بالضبط الرايدة، عدد الطوابق، الأبنية وإلى آخره، حتى تكون النتائج جيدة. لأنه من يكون اتصال دائم بين أصحاب المصلحة وبين القائمين على العمل راح تكون النتائج المرجوة يعني بشكل جيد تظهر لنا. وهنا أنا دي يبين لي this diagram shows the relationship العلاقة بين أصحاب المصلحة and the solution component using association relationship. هنا أنا هذا الشكل الظاهر اللي دي يبين لي إنه العلاقة بين أصحاب المصلحة وبين solution components. وصلنا إلى الصفحة رقم 6 اللي هي characteristics of a good architecture. It is difficult to define what the characteristics of good architecture are when there is still vigorous and lasting debate about
what the term architecture actually means in the context of enterprise system in the 21st century. The Roman architect Vertuvius defined three characteristics of good architecture in his treatise on architecture. These principles are durability, utility, beauty. هذا شنو الكلام معنا؟ خصائص العمارة الجيدة. Characteristics of good architecture. حدد المهندس المعماري الروماني فيتروفيوس ثلاث خصائص للعمارة الجيدة اللي هي المتانة durability, utility المنفعة, beauty الجمال. شنو قصده بالمتانة بالنسبة للعمارة الجيدة؟ أي مؤسسة أو بناية يجب أن تقف بقوة وأن تظل في حالة جيدة، يعني عمارة أو مؤسسة أو بناية أو شركة، الشخص اللي يبنيها لازم يكون أساسها قوي ومتين حتى تبقى بدون أن تتعرض إلى مشكلة من المشاكل، يعني تكون متينة وقوية. ثاني شيء المنفعة اليوتيليتي، يجب أن تكون مفيدة، يعني هنا it should be useful and function well for the people using it، يجب أن تكون مفيدة وتعمل بشكل جيد للأشخاص الذين يستخدمونها. مثلا عندنا موظفين بمؤسسة، من يستخدمون هذه المؤسسة، هذه المؤسسة يجب أن تكون بها تسهيلات، مصاعد، أبنية، فيستطيعون يعني هاي التسهيلات كلها تعتبر من ضمن اليوتيليتي فينتفعون منها الموظفين الموجودين داخل هذه المؤسسة. الجمال It should delight people and raise their spirits. يجب أن يفرح الناس، يجب أن يفرح الناس ويرفع معنوياتهم. يعني طبعاً يعني شكل البناية ومظهرها يجب أن يكون جيد ويكون جميل حتى يفرح الأشخاص اللي راح يدخلون لهذه المؤسسة. طبعاً هنا وصلنا إلى نهاية المحاضرة الرابعة. أي سؤال أو استفسار أنا إن شاء الله حاضرة وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.